أعتقد أنه بهذه الطريقة اليونانيون قادرون على إيصال المباراة في هذه النتيجة حتى لنهاية الشوط الإضافي الثاني. تمرير فرعون قد يكون الأول واليونان تفعلها. اليونان تسجل الهدف الأول في الدقيقة 31، أول هدف عن طريق ديمتريوس سالبينجيديس متوسط ميدان المنتخب اليوناني. تمريرة في عمق مثالية والمتابعة من جانب سالبينجيديس، واحد من أفضل اللاعبين على مستوى إمبراطورية وسط ميدان اليونان. تمريرة في العمق مثالية ومتابعة أجمل من اللاعب سالبينجيديس. لاحظوا التمريرة في العمق كانت ذكية، سمراس لنيوية والمتابعة من جانب سالبينجيديس. هو الهدف الأول بعيدا عن الرقابة الدفاعية، سالبينجيديس.